سيوروبون، مرحبا بكم في قناتي. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. تعرض الحساب الرسمي لليزا عضوة فرقة بلاك بينك على الإنستغرام لهجمات من قبل مستخدمي الإنترنت الصينيين بعد الإعلان عن أدائها في ملهى كريزي هاوس في باريس. ستقوم ليزا مرة أخرى بصنع التاريخ، حيث من المقرر أن تكون أول نجمة كي بوب تقدم أداء فردي على المسرح الأيقوني كريزي هاوس في باريس، وبهذا ستنضم إلى قائمة الفنانين الذين اعتلوا خشبة مسرح هذا الملهى أمثال بيونسي، فريدريك ويسمان، باميلا أندرسون، ديتا فونتس، وأوباد الذين ساهموا في رفع مكانته. ولقد أثار قرار ليزا بالظهور على هذا المسرح الشهير إعجاب المعجبين الفرنسيين وغيرهم من المعجبين حول العالم. ولكن بدأت ليزا في تلقي بعض الانتقادات اللادعة على موقع ويبو الصيني، حيث عبر العديد من مستخدمي الانترنت الصينيين عن خيبة أملهم تجاه الإعلان. ولقد تعرض الحساب الرسمي لليزا على الانستغرام لهجمات من قبل مستخدمي الانترنت الصينيين منذ الإعلان. ففي اليومين الماضيين أصبحت كلمتي ليزا وكريزي هاوس موضوعات رائجة مستمرة على قائمة البحث الساخنة في ويبو مع ملايين المنشورات، حتى أن بعض حسابات معجبي ليزا الصينية قد أغلقت بسبب هذا الخبر. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيوكم سميدا.